وجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا لأمسياتنا الكروية التحليلية الممتعة مع دكاترة التحليل اللي مشرفينا ومنورنا النهاردة. الجينيوس بتاعنا عمر عبد الله. عمر، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا إبراهيم، أخبارك إيه؟ الحمد لله، وحشني جدا جدا يا صديقي العزيز. والله العظيم قاعدة وحشاني، وأنت وحشني، والناس وحشانة، الدنيا وحشة. بس بس عمارة مش وحشة. لسه هقول والله. أنت قلت كل الناس. أنت وحشني وأنا وحشك والناس كلها والدنيا. أصل أنا بشوفه كتير بصراحة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. إزيك يا ملك الأرقام؟ إزيك يا عم العمار؟ كله تمام الحمد لله. مستعد للموسم الجديد؟ خدنا فريش حلو جدا. جميل، صلعت نفسك حقيقي بصراحه. طيب يعني متشكرين والله. العفو بيه، بس القناه اللي اديتك اجازه مش انا يعني. اتفضل اتفضل ماشي. طب خلينا نخش بقى في الموضوع على طول. يلا بينا. اديني عنوان عام، لماذا خسر الاهلي هذا اللقاء الذي كان قريبا جدا، سواء بمعطيات ما قبل المباراه او حتى كمان جوه المباراه نفسها؟ يعني هو من سمح لاتحاد العاصمه انه يخش جوه اللقاء. انا هاخد اخر جمله، هو من سمح دون التقليل مما قدمه اتحاد العاصمه. ماشي. الاتحاد العاصمه كان قاري الاهلي كويس جدا، نازل جيم عارف هو هيلاعب مين، لعب على مفاتيح لعب النادي الاهلي، لكن المباراه خلصت في رايي في ان هي عنوانها العريض هي مباراه بدايه موسم. يعني هي مباراه بدايه موسم كما يقول الكتاب. يعني مباراه الاهلي في بدايه الموسم الماضي امام الاتحاد المونستيري مع مارسيل كولر برضو ما كانتش بالشكل ده، ما كانتش اقوى حاجه للاهلي. مش الاهلي اللي فنش الموسم، لكنها برضو ما كانتش بالشكل اللي الاهلي فقد فيه كل اسلحته في مباراه النهارده. الاهلي انهى الموسم الماضي فريق لا يشق له غبار، صحيح، بيقدم كل حاجه في الكوره من ضغط، استحواذ، تحرك، خلق مساحه، تهديد على المرمى، كل شيء كان الاهلي بيقدمه في نهايات الموسم الماضي. في مباراة النهاردة هو فقد كل شيء، فقد كل أسلحته، ومع ذلك كان قريبا من تحقيق التعادل. كان ممكن ان هو يحقق التعادل، ممكن ان هو يهدف، لان الفريق عنده الامكانيات دي، لكن هو كان فاقد للناحية الفنية. ودي نقطة مهمة جدا، لان في فرق ما بين النسق رتم المباراة والناحية الفنية. يعني الاهلي النهاردة كان رتمه عالي، الاهلي ما كانش رتمه بطيء، الاهلي كان بيجري، الاهلي كان بيحاول يستحوذ، الاهلي كان بيهدد، الاهلي كان بيسدد، في سباقات سرعة كتير، فالرتم موجود، لكن الحالة الفنية جماعيا وفرديا دي ما كانتش موجودة خالص. وده ظهر في اخطاء كتير داخل الملعب، في التمركز، في قرارات اللعيبة. هي بداية موسم، اللعيب نفسه مش فت، قراره مش حاضر، ذهنه مش حاضر. فانا بشوف ان هي مباراة بداية موسم طلع من الكتالوج. صحيح. دي اول طلعة في الموسم. مسألة القرارات دي اكتر حاجة لفتت انتباهي. يعني معظم اللعيبة بحس ان قراراتها اما فيها استعجال او ما فيهاش درجة الاتقان العالية. يعني لعيبة بعينها لما كانت بتمسك الكوره كان هيبقى عندها تصرف وقرارات تانية احسن من كده بكتير، زي حسين شحات، زي كهربا، زي بيرسيتاو، زي مجدي قفشه، كنت هبقى متاكد ان ده مش هيكون قرار. هو سؤالي برضو ليك، هسالك نفس السؤال، اديني عنوان عام وايه اسباب ده. يعني بص، ممكن ناخد الموضوع من تصريحات عبد الحق بن شيخه المدير الفني القدير جدا يعني قبل المباراه، وهو قال عنوان المباراه دي بالنسبه لفريقه، قال هي مباراه استعراضيه. احنا كاتحاد عاصمه زي مباراه بنقدم فيها نفسنا قصاد اقوى فريق في افريقيا. أيوه. اللي قدام النادي الاهلي. عشان كده زي ما كان بيقول عمر، اتحاد العاصمه نازل هو عارف عايز يعمل ايه، ما عندوش اي حاجه يخسرها، ما عندوش اي حاجه يبكي عليها، هو بيلعب الليفل ده لاول مره وبيطمح للبطوله لاول مره في تاريخه، فبنازل يعمل كل حاجه. في المقابل الاهلي كان ما عندوش حاجه يخسرها. بالظبط. مش هو المرشح الاكثر حظا. فكره الاندر دوج دي احيانا طبعاً بتبقى اقوى يعني بالنسبه لانديه معينه كمان، وهو نادي في الاول والاخر بطل. ولكنه داخل المباراه دي اندر دوج طبعا. طبعا يعني اقل بكتير في كل شيء بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن النقطه الثانيه اللي انت قلتها في سؤالك، ودي نقطه مهمه جدا، فكره الشحن. انا كنت براهن النهارده وكلنا تحديدا يعني على مدار الموسم الماضي على براعه كولر في التصرف وسط الازمات دي او وسط الاجواء المشحونه دي، ان هو بيعرف يفصل الفريق تماما، تحسش ان في اي احداث صاخبه عاش بها النادي الاهلي، مع ان الموسم اللي فات كله احداث ساخنه كتير. بس عمرك ما حسيت ان ده الصخب اللي كان موجود الموسم؟ لا يعني في حاجات كتير. اولا في صفقات كان موسم كل الفرق فيها صفقات. انا معاك، بس القصد ايه؟ يعني كان في شويه حاجات كتير، مناوشات برحيل اشخاص وقدوم اشخاص تانية، كان في شويه تحس ان في شحن شويه قبل المباراه. بس المباراه نفسها بقى
في نقطة مهمة جدا أنا أول مرة أشوفها في النادي الأهلي، وطبعا دي ترجع طبعا لبداية الموسم، لأن وارد جدا هي دي النقطة الأساسية، لأن خلي بالك حتى لما نخش كمان على الحالة الفنية، فكرة الدفع بإمام عاشور ورضا سليم دفعة واحدة في المباراة دي، طبعا لعيبة كبيرة ولعيبة مدفوع فيها كتير، فطبيعي إنها تنزل تلعب، ولكن حتة الانسجام دي مع الفرقة لسه في جاهزيتها الفنية مش في أفضل حاجة، ممكن تديك شكل عام اللي أنت شفته ده، مع إن الأهلي كان قريب جدا. الأهلي لو أيوه بس برضه في جزء هنا هيترد عليه يقول لك ما هو رضا سليم كان أحسن واحد من أحسن اللعيبة اللي كانت موجودة 100%، ودي طبيعة كولر 100%، كولر بيدفع باللعيبة يعني ما عندوش فكرة إيه بيصبر، يعني مروان عطية جه لاعب، بالك ما هو قندوسي جه لاعب، خالد عبد الفتاح جه لاعب، انتقالات يناير تحديدا يعني. ورضا سليم كان هايل جدا، ولكنه في الآخر ممكن الناس تاخد الموضوع بشقين، شق إن هو أضاع انفرادين أو أضاع كورتين مهمين جدا، بس خطر، بس لعيب خطر جدا جدا، لعيب هايل لعيب هايل، ومع الوقت تقدر تشوف من دلوقتي ان هو يبقى واحد من مفاتيح اللعب المهمه جدا. ولكن امام في اكتر من كوره، رغم ان في لمسات عظيمه جدا واحنا كلنا عارفين قدرات امام عاشور والراجل بيلعبه على عدلته وفي النقطه دي، ولكن انت قطعت الاتحاد العاصمه شويه في الجبهه اليسرى ناحيه النادي الاهلي تحديدا، ان انت دفاعين ما تبقاش افضل حاجه، يعني معلول بامام بحسين النهارده الجبهه دي كانت باينه ان فيها مشاكل كتيره جدا، عشان كده كان الضغط كله او الهجوميا الاهلي كان شكله يعني احسن كتير في الناحيه اليمنى، رضا سليم مع ديانج مع محمد هاني، فهي النقطه شويه بدايه موسم، ممكن كولر كمان نفسه حتى ما كانش يدير المباراه بالشكل اللي معتاد منه جمهور الاهلي، لان بصراحه التغييرات ممكن يبقى عليها علامات استفهام شويه تحديدا في الشوط الثاني، ولكن اجمالا هي بدايه موسم يعني، والاهلي عليه ضغط على طول، لان صحيح. انت مطالب بتحقق كل حاجه، راجل على الليفل جدا، انت خدت الخمس بطولات، فانت طبيعي داخل عايز تقش بالميركاتو العظيم اللي انت عملته يعني. طيب ده كلام عظيم، نحلي بقى بالايه بالحالات الفنيه كلها بس بعد الفاصل، يلا تاخد منكم العنوان نفصل عشان نخش على ده كلام العام المرسل يعني، خش في التفاصيل الدقيقه بعد الفاصل، خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل. اتفضل عمر بيه. ايه؟ تخليني اعمل حاجات مش عايز اعملها. يا ابني ما حدش سمع اللي اتقال. بتكمل عادي. طيب. واتمنى حاجات مش عايز اتمناها. خير، كله خير ان شاء الله. يلا كله عشان خاطر. حبيبي والله. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. طيب. خش في الحلقات بقى. يلا بينا. احكي لي قصة علي بابا. احنا قلنا ان الاهلي افتقد كل اسلحته او اكثر اسلحته اللي كان متفوق بيها جدا في الموسم الماضي. معايا رقم مهم جدا يكاد يكون المفتاح اللي دخلت منه للمباراه. لو شفنا الرقم اللي معانا وهو فقدان الكره. الاهلي فقد الكره اكتر 9 مرات 10 مرات تقريبا من اتحاد العاصمه. الاهلي فقد الكره 37 مره مقابل 28 مره من لاتحاد العاصمه. فانت بتتكلم في رقم كبير جدا، 11 كوره فرق ما بين الاثنين. فقدان الكره ده يديك بقى مؤشرات المباراه مشيت ازاي. تعال نشوف الحالات بتاعت النادي الاهلي. مش معلش عندي سؤال، فقدان الكره كان في اي مناطق في الملعب؟ لا هو في الالتحامات الثنائيه. في الالتحامات الثنائيه فيبين لك انهي فريق كان اسبق على الكره. ماشي. فكره ان انت تعيد الاستحواذ مش فقدان الكره في المطلق يعني. ماشي. فبالتالي هنا دي بدايه لحظه بدايه المباراه. ليه بقى بقول لك الاهلي فقد اسلحته؟ جزء مهم جدا من تكوين فرقه الكوره هو الكومباكتنس بتاع الفرقه، تقارب الخطوط من بعضها. تقارب الخطوط ان انت تتحرك كوحده واحده. انا جاي انا النهارده اشغل لك انيس عبيد. احنا موسم ما يعلم بلا، احنا مش متفقين على كده بقى. لسه اول ده اول طلعه، ده اول قطعه على كده. ماشي اتفضل بيه. تقارب الفريق انك ما تبقاش المساحات ما بينك وما بين ما بين الخطوط وبعضها بعيده، وده كان واحد من لو تفتكر في كاس العالم كنا اتكلمنا على سر تفوق المغرب مثلا، انه لعب اكتر عدد من مبارياته في 18 19 ده حقيقي ده حقيقي. فبالتالي الفريق كله بيتحرك فبتقلل مساحات الجري، بتزود قدر يحافظ على النسق ده كل ماتشاته حتى المنتخب السعودي امام الارجنتين كسب بنفس السيستم تعال نشوف الاهلي ازاي خطوطه كانت بعيده فاوجد مساحات كتير جدا جدا. من اول ثانيه في المباراه يا ابراهيم واضح ان الاهلي فقد التناغم. ماشي بقى الحالات معانا سريعا كده عشان الحته دي فيها شغل كبير جدا. لا ارجع الفريم اللي فات، كهربا رايح لوحده منفردا، ده قرار ضغط منفرد انتج ان الاهلي لما خد السكند بول هناك الفريق ستيل برضه بعيد، فاضطر رامي ربيعه انه ياخد قرار تاني خالص بلونج بول طويل لاتحاد العاصمه،
ده اول مؤشر في المباراة ان الاهلي مش محضر هيعمل ايه ولا في الضغط ولا في الخروج بالكورة. زائد ان فقدان التركيز خلى الاهلي ارجع بس الفريم اللي فات، لا الاول الضربة الراجل اللي هناك خالص ده متراقب من اتنين، متراقب من حسين ياخده بوشه وامام، واتاخد من امام وهو جايله، وفي النهاية الكرة لما اترفعت راحت له هو. لما لعبها بدماغه بص راجل رقم 19 اتحرك ما بين الفرق، الاهلي بعيد فراغات كتير جدا ما بين اللعيبه، ماشي بقى الحالات واحده واحده عشان تشوف. ادي بص بص يا ابراهيم بيستلم فين الراجل في ظهر خط دفاع النادي الاهلي، ماشي فريم كمان اجابات ما كانتش موجوده عند خالص. ثانيه واحده بقى ارجع بص انت حتى كمان انت ممكن تقيس، ارجع الفريم اللي فات اطلع فريم قدام، يعني اطلع فريم قدام بص المساحه المسافه من كهربا اللي هو راس الحربه لحد الباكات بتوع الاهلي والمدافعين الاهلي. الله ينور عليك، هي دي بقى مساحة. ارجعي بقى الفريم اللي فات وتعال على ده بسرعة. بص هنا الاتنين استلموا مبدئيا لازم رباعي الاهلي يكونوا عند الحكم الدفاع عند الحكم او بعدين بياردتين. برافو عليك، عشان اروح اجيب الكرة على طول. برافو عليك. لكن طالما بص رامي ربيع فين واول واحد جاله رضا سليم الجناح الراجل لعب الكرة الطولية ماشي بقى علي معلول، الكرة وصلت لمحمد الشناوي اخطأ هو كمان التقدير فاضطر يطلع الكرة اوت. ايوه نفس القصه تاني في الضربات المباشره، الراجل الكره اتلعبت بالعرض، الراجل طالع بص كل دي فراغ حتى في الضربات الثابته. الكره دي الحمد لله في نص الجون الحمد لله. الفريق مفكك. لو مشيت بقى كل الهجمات اللي جايه للاتحاد العاصمه بص مشي الهجمه فريم فريم هتلاقي ان لا ده في واحده كانت مرتده على الاهلي غريبه جدا. الراجل يورا عبد المنعم بسرعته ده معايا دي شبه اللي الشناوي طلع بالظبط. بص هنا الكره اتاخدت من امام عاشور ماشي بقى ثاني ارجع انا بس خلينا بس انا بص بقى هنا المساحه قد ايه يا ابراهيم. اول واحد هيقابله مين؟ خش بقى الفريم اللي بعديه بص الراجل فين، بص عبد المنعم ورامي ربيع فين، قلبين الدفاع. بس شوف بقى هنا انا بس عايز اتكلم على عبد المنعم في الكوره دي. الراجل ده مدافع كبير قوي يا جماعه، قوي اقسم بالله قوي والله العظيم. عارف ليه مدافع كبير؟ ثلاثه كواليتي مدافع ما جاش في الكره المصريه كلها من ابراهيم سعيد من وقت ابراهيم سعيد واللي هيشوف اللقطه دي هيفهم بالظبط. واحد زيه كان اتلبخ مش عارف يجي بيروح للي قدام ولا يبيع نفسه للراجل اللي داخله معاه الكوره. فضل ارجع تاني فضل عامل ديلي مأخر نفسه استنى بس الراجل ده خلص من الكوره راح لعبها للراجل اللي طالع من الناحيه دي. سبرنت غير طبيعي ما يعملهاش غير واحد واثق من نفسه بنسبه 1000000%. بص بقى الكره اللي بعديها راح جابها من رجل الراجل، مستحيل تقول ان هو هيلحقه. مستحيل. انا معاك 100%. دي حسابات فرديه ليها علاقه بكواليتي شخص لعيب وقراره وقرار لعيب جوه الملعب. انا اسف يعني مدافع تاني الراجل ده كان راح جاب الكره من الشبكه. حلو قوي، ارجع بقى الفريمين وهجاوبك وهقول لك كمان الفريم اللي فات هجاوبك بس على عبد المنعم. هو ليه مدافع، ليه انت تصنفه كمدافع كبير؟ لان من مقومات او من مواصفات المدافع الكبير انه لما يغلط يعرف يلم غلط. بالظبط. هو اصلا هو ورامي غلطانين. أيوه. في التمركز. أيوه. لان ما ينفعش الراجل اول واحد يقابله بص هو مستلم الكره من هنا ماشي الهجمه اول واحد يقابله هما الاثنين هنا ده انت بتتكلم في 15-20 يارده. ده الراجل يفكر وياخد قرار ويبص والناس، لكن عشان هو عنده القدرات الفرديه بقى كمدافع عرف انه يلم نفسه. اتلعبت الكره هو نفس الموقف اللي غلط فيه الشناوي. اختصارا ان واحده من اهم اسلحه الاهلي في الموسم الماضي كانت تقارب الخطوط، ان الفريق بيتحرك واحده واحده. فده كان بينتج ايه؟ بينتج ان دايما قلبين الدفاع ما بيطردوش جونهم، ودي اسوأ حاجة لأي فريق في العالم ان المهاجم جاي فالمدافع يبدأ يطارد جونه. أيوة. ودي كان معمول عليها دراسة مهمة جدا. أيوة. في انجلترا انك ازاي تخلي اللعيب بص نفس هتلاقي حالات كتير بقى معانا بالطريقة. أيوة دي. أيوة يعني. أيوة فبالتالي طول ما انت قريب المدافع ما بيطاردش جونه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الراجل الستة بتاعك اللي بيتحول في الاربعة تلاتة تلاتة الاربعة واحد اربعة واحد ما بيغطيش مساحات جري كبيرة. عشان كده مروان تألق في الموسم الماضي، ورجوعا لمثال المغرب سفيان مرابط كان افضل لاعب المغرب. برافو عليك، برافو عليك. فبالتالي انت بتتكلم في ان المساحه اللي اتفتحت دي جدا فضيعت حتى مجهود مروان عطيه لانها فرقت دماغه على الخبائل انجاز التعبير. بالظبط. طيب يبقى احنا رقم واحد اخذناه من الموضوع ده هو بالحالات انه اتساع المساحات والفراغات ما بين خطوط النادي الاهلي ادت الى دخول اتحاد العاصمه في الجيم بالشكل ده، وبالتالي شكل خطوره كبيره. عايز تورينا ايه كمان في الحالات هي واحده من النقط اللي بيقول عمر او في الاخر
قوة الأهلي الأساسية الموسم الماضي تحديدا هي ثلاثية خط الوسط. ثلاثية كانت دايما بتلاقيها بتكمل بعض، هو مثلث رقم 6 ورقم 8 ورقم 8، اللعيب اللي بيخش كده ده بيغطي وراه ميكانيزم بالظبط كده، واللعيب اللي 8 اللي رايح في باك مغطي تحتيه وهكذا. فدايما في عملية ترحيل، فدايما هتلاقي الأهلي زي ما عمر بيقول لك كده كومباكت، ليه كتلة واحدة، مش هتحس إن في حد رقم 8 بيهاجم، بتشكل زي العجينة كده بالظبط يعني رايح جاي كده. نقطة، ودي هتيجي مع التجانس طبيعي، ودي هتيجي مع الخبرات، ودي هتيجي مع مرور المباريات. ولكن النهارده اتحاد العاصمه تحديدا كان مركز كل الهجوم بتاعه في الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي تحديدا، اللي علي معلول، امام عاشور، حسين الشحات. لو جينا بصينا على الحالات وبدانا نشغلها، هتلاقي كل الكرات حتى رميات التماس كان الاعتماد كلها، والكره دايما بتقع مع النادي الاهلي. ادي واحده من الكرات، نمشي بقى بالحالات عادي على طول، كره هتيجي عند امام، استلام خاطئ من امام، الراجل قطعها، اول ما هيروح ودي كرة امشي، بص المساحه دي كلها فاضيه تماما، علي معلول هو اللي راجع متاخر، مفيش اي، انت لعبت النهارده عشان انت بتقول مدافع كبير، انت لعبت النهارده على قدرات محمد عبد المنعم. أيوه. يعني قدرات محمد عبد المنعم هي منعت كتير من الهجمات اللي زي كده. نخش على الحاله اللي بعديها، نفس الحاله بالظبط، الكره مع النادي الاهلي برمي تناس محمد هاني، هتلعب لمروان اتقطعت، اول ما هتتقطع بص امام فين، ودي الكوره، هتلاقي الكوره رايحه في الجبهه يسرى برده، زياده عدديه على علي معلول، نعمل واحده بص رقم 14 بنزازه، واحد من اخطر اللعيبه اللي عملت النهارده شغل كبير قوي في الناحيه دي. حتى نقطه التفاهم ما بين الشناوي ما بين عبد المنعم، راح مشاور قال له بقى للشناوي، قال له معلش انا لازم كنت اطلعها رمي التماس. ودي واحده من الحاجات الخطيره جدا اللي بيلعب عليها اتحاد العاصمه، الضربات الثابته عموما، سواء الكرات رميات التماس او الضربات الثابته، اللي هنا بيشاور دايما هتلاقي اللعيب المتحرك الفاضي اللي ما بيستلمش، ابو جزمة حمرا ده. أيوة. بنزازة بتتلعب الكورة المرة دي، واحدة بالظبط شبه ضربة الجزاء، ولكن المرة دي مروان عطية كان التايمينج بتاعه هايل جدا، او التدخل كان رائع. الكرة برضو بنفس الكلام في الدقيقة 37 طلعت برضو رمي التماس، هنا هشام زازا برضو دخل ولكن كان متأخر، مروان عطية جت منها ركلة الجزاء. في حالات كتير احنا جبنا بس ابرز ثلاث حالات، في منها متكررة كتير جدا، ولكن الاساس كانت الزيادة العددية اللي بتعمل على علي معلول، وتحديدا كمان على عبد المنعم، لان معلول كان طاير، فدايما مين اللي مساحه كبيره، مين اللي متاخر، بس هو عبد المنعم الوحيد اللي منع كرات كتير من دي. فدي واحده من النقاط اللي ما عرفش يعالجها كولر لحد ما استقبل هدف، والشوط الثاني شفناه زي ما احنا عارفين. طيب السؤال اللي احنا سالينه لحضراتكم على صفحتنا، من وجهه نظرك ما هي اسباب خساره الاهلي؟ عايزين نعرف رايكم الفني، يعني هل متفقين مع عمر ومع عماره الزياده العدديه اللي اتعملت في ظهر علي معلول، متفقين مع عمر في المساحات الكتير اللي كانت موجوده في الملعب، ولا شايفين من وجهه نظركم حاجه ثانيه؟ ابعتوا لنا على الهاشتاج بتاعنا اللي هو جمهور الثالثه، وبعد الفاصل هرجع اقرا من تعليقات حضراتكم، او بمعنى صح تحليلكم الفني لاسباب خساره النادي الاهلي. يلا بينا. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم، وجاي معادنا مع فقرة الأورشيط مع دكاترة التحليل. السؤال اللي أنا كنت طرحه لحضراتكم على الهاشتاج بتاعنا جمهور التالتة، أسباب خسارة الأهلي من وجهة نظرك، هتبعت لنا على الهاشتاج، تعالوا نشوف الناس حللت الموضوع وقالت إيه من واقع ما ذكرت. يلا بينا. مصطفى بيقول مستوى التحكيم لا يليق بالمباراة، تغييرات وتدخلات فنيه غير جيده ومتاخره، ثقه زايده غير مبرره، غياب دور مدير الكوره الصايع بلغه الكوره في مباراه اليوم، وتظاهر اداء اللعيبه، خروجهم عن تركيزهم، وفي نفس الوقت التعامل مع تحكيم مستفز. ده مصطفى. ماشي يا مصطفى. نبيل، اعتقد ان كولر والتغييرات والبدايه باللاعبين الجدد هي سبب خساره الاهلي. اللي بعده ابن الاكابر، ماشي يا عم، من تواضع لله رفعه. اسباب الخساره الحقيقيه قله الروح والتعالي يا جدع على الكوره من لعبتنا، وكويس انها جت في الاول. ماشي. محمد عادل قال لك كولر سبب الهزيمه، واحد عدم استعداد جيد، اثنين تغييرات غير جيده، ثلاثة اتحاد العاصمه كان افضل تكتيكيا في الملعب. شعبان، الاهلي خسر عشان الجمهور كله ضامن الماتش، لعيبه نازله كسبانه وناقص يحتفلوا قبل الماتش ما يبدا، ايه علاقه الجمهور باللعيبه؟ اللي بعده. اخر حاجه سيد، مساء الفل، برأيي يعني الاندفاع الهجومي الزايد عن الحد، وان الاهلي ما حاولش يفرض سيطرته على الكره الاول، ويمهد
ويهمد فريق اتحاد العاصمه. الاهلي فتح خطوطه وخلى فريق اتحاد العاصمه يجري في الملعب ويلاقي المساحات، فبالتالي الاهلي فقد اهم حاجه عنده وهي الاستحواذ. ماشي عمر، اشرح لنا كيف كانت الامور تجري على ارضيه الملعب. تاني سلاح فقده الاهلي في مباراه النهارده بعيدا عن التقارب الخطوط هو الضغط. مارسيل كولر من اول يوم ليه وهو فلسفته وعقيدته انا هضغط عليك من قدام، لدرجه ان الراجل راح ضغط على ريال مدريد من قدام. وبعدين بدا يفطن ان هي عايزه مراحل من بعد مباراه سان داونز، ولم يتخلى عنها مع الفرق الاقل منه مستوى، كان دايما بيضغط عليهم من 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 قدام. النهارده الضغط كان فردي بحت، ما تحسش ان في منظومه للضغط. خلينا نقول ان اي فرقه بتبدا اللعب من 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 الخلف او تعمل عمليه بناء اللعب او البيلد اب، هي بتبدا باثنين قلبين دفاع، اثنين ظاهرين بيخرجوا، واحد من الاثنين السته والثمانيه بينزل عشان يستلم، وبعدين باقي الفريق بيبدا يخرج من مناطقه. عشان تقابل القصه دي بيروح المهاجم عشان يضغط على قلبين الدفاع ويوقفهم، واحد يا اما الجناح يا اما رقم 8 بيجي ياخد رقم 6 وفقا لمكان الكوره، وبعدين بيبدا اللعيبه التانيين يقابلوا كل الفرقه، ما بيبقاش متنفس قدام الناس دي غير الراجل ده ماشي. اللي بيخش له الراجل رقم 6 عشان يوصل نفسه ما بين الاثنين او بيقرب له الظهير عشان ياخد الكره الطوليه لو اتعملت. تعال نشوف حالات النادي الاهلي في الضغط وبرضه من الدقيقه الاولى عشان نشوف ان كهربا كان بيغرد منفردا في حته الضغط لوحده من اول دقيقه نفس الحاله. اكمل بقى معانا واحده واحده كده. كهربا راح لوحده تماما، مفيش ولا واحد من الشرح اللي احنا شرحناه على الاواشيط ده موجود معاه ولا واحد. طب ارجع بس فريم، الراجل ده لو ما قررش يلعب الطويله وحطها للراجل اللي في الدايره، سلام عليكم، في اول خط اتضرب كله، خط الهجوم كله اتضرب وبقى زايد واحد. مشي بقى الكوره، لعب الطويله، خدها رامي ربيعه وراح لاعب اللونج تاني وردها لفريق اتحاد العاصمه. تعال نشوف حاله تانية في بدايه الشوط الثاني، نفس القصه، الاتحاد العاصمه بيدور الكوره ماشي بيحاول يسلم الكوره، كهربا بص كان متنفس. لا ارجع فريم بس عشان انا عايز تشويحه كهربا. برافو عليك انت. كام فريم، كام لعيب الراجل ده ممكن يخرج بيه بالكوره؟ السته فاضي، الظهير الايسر فاضي، والقلب الدفاع الايمن فاضي، والراجل الظهير الايسر هناك قدامه فاضي، وكهربا رايح واخد القرار لوحده تماما. ففقد الاهلي واحد من اهم اسلحته وهي منع الفريق اللي قدامه من ان هو يبني الهجمه اساسا. ماشي بقى الكره اتلعبت، ماشي بقى الهجمه عشان تعرف بدايه. بص بقى هنا الراجل استلم فين، بص الجابه، بص بقى الضغطه الغلط دي وصلت لحد فين. ماشي بقى الهجمه واحده واحده لحد اما وصلت داخل منطقه، ماشي الفريم، بص لحد اما وصلت داخل ثانيه واحده، لحد ما وصلت داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، ومحمد هاني عمل فاول في الكوره اللي فاتت اللي اتخطف. طيب هل الاهلي ما ضغطش كويس طول المباراه؟ لا، لما كان بقى بيضغط باسلوب الاهلي كان بيجيب الكوره. هنا بقى الفكره اللي الاهلي فقدها وهي استمراريه الضغط. ماشي، عشان كده الاهلي ما كانش النسق بتاعه الدائم الضغط وبيفلت في فترات، لا هو كان سيء ده النمط الدائم وبيضغط كويس في فترات. بص بقى تعالى نشوف الحاله دي، لان دي الحاله الوحيده اللي الاهلي طبق فيها الضغط زي ما احنا شرحناه. ماشي بقى الكوره كده واحده واحده، الراجل بيبدا يضغط، واخده رضا سليم الجناح اللي احنا قلنا عليه، واخد الظهير ماشي، بدا يرجع تاني الكوره. بص بقى ديانج، ارجع بقى فين، بص بقى ديانج الراجل رقم 8 واخد الراجل بتاعه، وكهربا بقى في زاويه التمرير، وهناك حسين موصل نفسه على الاثنين فما عندوش متنفس. ماشي بقى الكوره، الكره بدا الراجل يضغط يغلط، اتخطفت الكره، ماشي لهجمه اتخطفت الكره راحت للنادي الاهلي، دخل بيها داخل منطقه الجزاء، الانفراد بتاع رضا سليم اللي سددها في حارس اللي اتلعبت الكره بالعرض لكهربا وطالب فيها بضرب الجزاء. فبالتالي واحد من الاسلحه اللي فقدها الاهلي النهارده وتسببت في ظهوره بشكل لا يرضي الجمهور وخساره المباراه هو انعدام الضغط الجماعي، وكانت كل عمليات الضغط فرديه من كهربا لوحده. واحنا ده ثالث سبب، يعني عندنا سبب اولاني في المساحات اللي في الملعب، عندنا سبب له علاقه بالناحيه بتاعت علي معلول والزيادات اللي كانت بتحصل، وعندنا السبب اللي لسه عمر قايله. اتفضل يا عمر. برضه عشان ما يبقاش كله الموضوع سلبيات او يعني احنا كده كده بنحلل المباراه في الاخر،
ولكن في واحد من اللعيبه النهارده قدم مباراه كبيره جدا 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 على عكس عدلته او على عكس امكانياته زي ما بيقولوا. لان كهربا الميزه الاساسيه بتاعته مين هو اللعيب؟ كهربا. ماشي. والحقيقه واحد من اللعيبه اللي قدم مباراه كبيره جدا. ليه بقول مقدم مباراه كبيره جدا؟ لان كهربا الميزه الاساسيه بتاعته ايه كمهاجم؟ لو هتحطه هنا في البوكس هو راجل بقى فينيشر هايل جدا وبقى بيضغط كويس جدا. ده كده المدافعين اللي معاك. ما انا كهربا. ماشي. كهربا ماشي. حلو جدا. ما اتلخبطناش. الميزه الاساسيه لما بتطلع كهربا بره وتلعب عليه عالي او تلعب عليه في الالتحامات في ظهره، كانت دايما القصه دي بتفتقد كتير عند كهربا، لان في الاساس هو مش مهاجم، هو لعيب طرف. وده الاساس اللي طلع فيه كهربا، المهاره وعايز الكره تحت رجله عشان يعمل الدريبل واحد لواحد او يخش جوه منطقه الجزاء ويعرف يسدد. دي النقطه الاساسيه. ولكن زي كانه قدوم مودست ادى دفعه كبيره جدا لكهربا. كهربا النهارده تقريبا 75% من كل الكرات العاليه اللي طلع فيها الاهلي خدها كهربا وبدا بيها هجمه للنادي الاهلي. هي النقطه الاساسيه اللي عمر كان بيقول عليها، انت ما شفتش النهارده الاهلي بيبيلد اب او بيبني اللعب زي الطبيعي بتاعه، شفتش التناغم اللي فيه عشان تلاقي في الاخر دور كهربا الكره بتجيله بالشكل الطبيعي بتاعها. كان الاهلي بيتعب كتير قوي، فعشان كده اغلب الكرات كانت كرات لونج بولز او كرات عاليه من رامي ربيعه او من محمد عبد المنعم او من مروان عطيه حتى، كلها قدام. وكهربا كان دايما بيديك الحل ده. تعال نتفرج على الحالات، ودي نقطه كانت من الايجابيات الكبيره جدا لكهربا. ادي رامي التماس، كهربا هو اول واحد في الملعب خالص واقف مع المدافع بتاعه. الكره طول دي نقطه ما كانتش موجوده في كهربا، واحده من الكرات اللي عملت واحده من اخطر الهجمات. وكل الهجمات اللي في الشوط الاولاني تحديدا ومرورا بالشوط الثاني عدت من على كهربا، اداها رضا سليم، راحوا 2-2، واحده من الكرات الخطيره جدا لولا انها طولت شويه من رضا سليم وكان تدخل هايل جدا. النقطه الكره اللي بعديها، بص على تمركز كهربا وبقى بيديك احساس المهاجم رقم 9 والمهاجم المحطه شويه. اليو ديانج هيلعبها لمحمد هاني لرضا سليم، رضا سليم بص استنى كهربا، كهربا انزل له. ودي نقطه مهمه جدا تقول لك برده ان الخطوط كانت بعيده قوي. كهربا بص جاي منين، وفي الاخر عرف يحجز على كورته لحد ما الراجل وقعه، بس رضا سليم كمل على الكوره وخدها وراح. واحده من الكرات المهمه جدا، في كرات كتيره جدا بس احنا جبنا الحالتين دول. الاساس عايزين نقول ايه من القصه دي؟ دي واحده من النقاط ايجابيه كأداء فردي لكهربا، ولكن من السلبيات شويه ان هو كان كهربا بيغرد وحيدا زي ما قال عمر، لانه ما كانش فيه اي مسانده خالص، هو رضا سليم بس الوحيد اللي كان قريب منه، بقيه اللعيبه كلها كانت بعيده سواء في عمليات الضغط او حتى في عمليات بناء الهجمه. ليه قرارات لعيبه الاهلي النهارده ما كانتش مظبوطه؟ يعني في لعيبه كنت استنى منها الدقه اكتر من اي لعيبه تانية، او بمعنى اصح هم معروفين ان هم عندهم الدقه دي، خاصه وانت بتقول انه الدقيقه 90 والحكم بيقول 10 دقائق، كان الاحساس انه الاهلي يقدر يرجع يعني. طيب خلينا نقول ان القرار الفني اللعيب لما بياخد قرار في الملعب هو مرتبط تماما بالحاله الذهنيه والبدنيه. الثلاثه كان كابتن حماده امام الله يرحمه كان بيدينا درس يقول لك التوافق العضلي العصب، الاثنين دول ان انت عضلاتك واعصابك الاثنين متوافقين مع بعض، القرار اللي بياخده دماغك جسمك بيقدر ينفذه. الحاله اللي عليها اغلب لاعبي النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه دي انا بشوف ان هي نتاج بدايه الموسم، وبالمناسبه هي ظهرت حتى على المنتخب الوطني امام تونس، ان عدد كبير من لعيبه المنتخب المحليين كانوا خارج هذا النسق، كانوا خارج نطاق القرار الفني السليم. كمان الهدف اللي جه في الدقيقه 40 تقريبا من الشوط الاول، ان لم تخلني الذاكره في مباراه النهارده، فبالتالي انت بتتكلم في هدف في توقيت صعب جدا، دايما اخر خمس دقائق اخر 38 انت بتتكلم في اخر 7-8 دقائق دول انت بتخش الشوط الثاني وانت خسران، فبيعجل من الحاله من حاله النرفزه او الحاله العصبيه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي. فانا بشوف ان 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 السبب الرئيسي لفكره القرار السيء اللي عند معظم لعيبه النادي الاهلي ان هم لسه مش في حاله ذهنيه سليمه، مش فت ذهنيه. عشان كده برضو يمكن يكون الوحيد اللي خد فترات راحه مقبوله وماشيه على هو رضا سليم، عشان كده كان هو الاكثر جاهزيه النهارده. وانا من ضمن الحاجات اللي اتقالت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكومنتات وعماره قالها في قبل الفاصل كمان اراء ناس تاني دلوقتي حالا، كان اتقالت ان هو تغييرات كولر اللي هي تغييرات لم تكن موفقه. انا كنت بشوف ان يعني الاقدر بالبقاء كان رضا سليم، والاقدر بالخروج كان حسين شحات، يعني عشان خاطر قراراته وحسين ما كانش موفق في احسن حالاته، ما كانش عنده القدره الفنيه ولا ان هو يتحرك ولا اللي هو ياخد القرار بالكره السليم. وده مش حسين اللي نهى الموسم اللي فات، فعشان كده انا بشوف ان جزء كبير من القرارات دي
كان سببها عدم الجاهزيه الفنيه والذهنيه، فبالتالي القرارات كلها كان فيها نوع من انواع الاستعجال. تعالوا نشوف هرجع لك تاني، تعالوا نشوف برضو تحليلكم الفني لاسباب خساره النادي الاهلي. تعالوا نشوف حضراتكم قلتم ايه. ميدو متعب بيقول كولر كان على غير عادته ومتعصب، وده تحول داخل الملعب للعيبه اسوأ اداره لكولر حتى الان. دكتور كوره، تشكيل يفتقد التجانس، عدم البدء بياسر وتو وقفشه بدل ربيعه ورضا وامام، لمسات رضا كلها اداء فردي منه مش انسجام بينه وبين الفريق عكس وجود تاو، تغييرات لازم وجود تاو وقفشه تحت كهربا حسين يمينه عبد القادر شمال بسبب كثافه دفاع الاتحاد، تزود كثافتك على المنطقه. ماشي يا دكتور. سيد جمعه، التغييرات يا سيدي غيروا الكلام ما قل اوجز فانجز. احنا مش فاضيين لكم بقى. هو راح كتب جمهور الثالثه، ارجع بس كتب جمهور الثالثه وراح كاتب لك جنبات التغييرات. يلا حبيبي روحوا بقى يلا ناموا بقى عشان احنا خلصنا. مش هقول كلام كتير. اوجز فانجز. ده مش وقت المذاكره يا ابو سيد. يلا اللي بعده. دهب، انا هقول التحكيم 20% بس والباقي اخطاء مننا، سواء الماتش جاي في بدايه السيزون قله التركيز بدون داعي، مصباص غريب وعدم توفيق، واخيرا الحمد لله والبطوله مش من نصيبنا، واستنوا اللي جاي محتاجين اللي يسد. ماشي يا دهب، اخر حاجه اللي جاي وبعدين لسه هاخد برده من تعليقاتكم تاني. ابراهيم الحصري، اشراك الصفقات الجديده خاصه امام افقدت الاهلي جمعيه التمرير المميز بيه، التحضير للهجمه كان لازم امام يخرج بدري وينزل قفشه ويخرج حسين وينزل بيرسي تاو ويسيب مروان لانه اخطا بخروجه. مين مروان؟ مروان عطيه. لانه اخطا بخروجه اصبح في خطوره لاتحاد العاصمه واضطر ينزل ياسر في الدفاع. اتفضل يا عمر. واحده من النقاط المهمه جدا بالنسبه لامام عاشور ان انت تلعب على قدراته الفنيه، وقدراته الفنيه بتقول لك ايه الفرق بينه وبين حمدي فتحي. كلنا قلناه ان دايما امام بيحب الكره في رجله، فهتلاقيه ممكن بيستلم في المناطق اللي زي كده وياخد الكره وممكن يجري بيها ويعمل الدريبل بتاعه ويبقى واحد من العناصر المهمه جدا هنا بدل ما يخش جوه منطقه الجزاء. وطبعا كل ما امام يقرب من الحته دي كلها انت في خطوره كبيره جدا. ولكن النهارده كان الشيء الغريب شويه ان كل مراحل بناء اللعب دي نقطة التجانس اللي الناس بتتكلم عليها، أو دي نقطة عدم الاعتياد بين اللعيبة، لسه بدري. عشان كده دايما العنوان اللي هتطلع منه من إمام عاشور لسه بدري، تحكمش دلوقتي خالص لأنه لسه جاي. تعرف القدرات اللي عندك، ولكن التجانس ده هيجي لأن الفريق ده بقاله كتلة أغلبها بتلعب مع بعض الموسم الكامل على مدار كل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي، 50 60 مباراة كتير جدا، فخلاص اللعيبة اتعودت على بعض. ولكن مراحل البناء بقى عندك حل مهم جدا هتستخدمه هو إمام عاشور. لما ما تستخدموش يبقى أكيد في حاجة لسه مش واضحة او لسه في التجانس ما ظهرش بالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي. تعال نبص على الحالات دي تحديدا، وكل ما كوره تبقى الاهلي بيحضرها او الاهلي بيفكر فيها. بص ده مروان عطيه هيلعب تاني، بص هنا امام عاشور هتلاقيه فاضي خالص لوحده بيرفع ايده موجود في مساحه عظيمه جدا، الهاف سبيس زي ما بنقول، المساحه اللي لسه هتقدر تتحرك فيها لوحدك، الكره ما تبصتلوش عشان ما فيش ريسك باس او ما فيش جاهزيه او ما فيش الذهنيه ان انت مش قادر لسه تلعب بنفس الريتم بتاعك. نرجع معلش تاني الفريم اللي بعده، بص هنا رامي ربيع خد الكوره برده، امام لسه بيشاور انا فاضي خالص محدش بيلعب لي، رامي فضل مكمل عشان يلعب الكوره لكهربا اللي بص لما لعبت الكهربا نفس اللي احنا كنا بنقول عليه مع عمر، لعبته لوحده خالص كهربا كان لوحده، ولكن تصرف كهربا انه قدر يحافظ على كورته، صلحها لامام اداها لحسين، في الاخر حسين لعب الكوره كانت عرضيه طلعت بره. نفس الكوره تاني من مروان لرامي ربيعه، بص اللي جنبه مين لو رجعنا بس الفريم اللي فات ده، امام عاشور هو اللي فاضي على شماله، لو لعب كده عشان الدنيا دي خلاص مقفوله. مش عايزين يلعبوا؟ لا ما هي مالهاش علاقه، هو اللي انت الحالات اللي انت بتجيبها بتقول لي ان هم مش عايزين يلعبوا. لا مش عايزين. هي دي حالتين. ودي حالتين ملعب عادي. ماشي. جدا ان هو خلاص مش معتاد ان هو خلاص رامي داخل عايز يلعب المراحل الاماميه. انت لسه مش معتاد ان امام هو اللي بتدي له الكوره عشان يديك الحل ده، دي عادي جدا. بتبقى ورده. ماشي. طب عادي. لازم توضحها عشان المشاهد يبقى فاهم. لا 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 الطبيعي. الطبيعي ان انت جايب امام عاشور المراحل بتاعه بناء الهجمه وبناء اللعب لازم تتم بالشكل الفلاني، فاللعيبه لسه لازالت غير معتاده على انه امام هو المرحله اللي هتوصل. طب تعالى نوضحها اكتر. ماشي. كنا دايما من الموسم الماضي بنقول ايه؟ مش صح، مش لازم اوضحها. لا طبعا، اصل هي بنت ان انت لا لا خالص خالص خالص. انت برافو عليك ان انت قلت برضه. مروان عطيه كلاعب رقم 6 لما كان بيتمسك من اي حد كنا بنقول ايه؟ الاهلي بيعاني من الخروج بالكوره، وعشان كان عندك ديانج مش افضل حاجه في الطلوع بالكوره، فكنت دايما بتدور على مين؟ على حسين الشحات او بيرسي تاو، واحد منهم بينزل عشان يستلم. انت النهارده عندك حل كلاعب رقم 8 يقدر يعمل ده،
واحد من اللعيبه المهمه جدا في الاساس اصلا في نادي الزمالك كان بيطلع بالكوره الوحيد صحيح. اللي كان بيطلعك بالكوره، فاذا استخدامه مهم جدا، غير اللونج بول بتاعته دقيقه جدا، يعني ممكن امام واحده من هنا واللي طاير هنا بيديله على طول، فبيضرب لك اكتر من خط ضغط، فبالتالي بتبني الهجمه بشكل صحيح. هي دي النقطه اللي عايز اوضحها، مش ابدا اللعيبه مش عايزه كويس ان انا برضو ايه سالت السؤال ده. عمر اتفضل. طيب هل الدنيا كلها كانت قاتمه كده؟ مستحيل. ماشي. ما لا كان في حاجه من رائحه اهلي كولر. خلينا نوضح حاجه كان كولر بيعملها في الموسم الماضي في عمليه الضغط، وانا بحب ان الامور تبقى مرتبطه ببعض، لان الكوره تراكميه، مفيش حاجه لوحدها، ما ينفعش تفصل الدفاع عن الهجوم ولا الهجوم عن الدفاع. كولر لما كان بيضغط السنه اللي فاتت، وكان وده اللي افتقده برضو النهارده في اساليب الضغط، كان دايما بيروح بالمهاجم اللي هو محمد شريف او بيرسي ايا ما يكون المهاجم يعني، او كهربا على قلب الدفاع، وبيطلع اليو ديانج او حمدي فتحي على قلب الدفاع التاني. كان الهدف من ده ايه؟ انه يريح الجناحين بتوعه ويوزع الفرقه بتاعته، بان هو اللعيبه كلها تقرب مان تو مان كده اهو، ويبدا يحاصر، فيريح الجناحين بتوعه من عمليه الضغط، يبقوا هما الاثنين ماسكين مان مارك بس، ويبداوا الكره معاهم يخترقوا في البوكتس اللي بتفضى ما بين قلبين الدفاع وما بين قلب الدفاع والظهير. فدايما كانت خطوره النادي الاهلي السنه اللي فاتت من مين؟ اطراف بالظبط، الجناحين اللي هما كانوا بيلعبوا انسايد وينجر او واحد فيهم كان بيرسي تاو وحسين الشحات 100%. كان بيرسي تاو يخش 10، حسين الشحات يخش 9 على طول، او العكس تماما، حسين هو اللي يدخل وبيرسي تاو يبقى مهاجم، لان كان اللي حاول يعمله متاخرا اخر الشوط الثاني، يعني عشان دايما كان اللي بيقوم بالدورين دول المهاجم، ويجي له رقم 8 من هناك الاكثر قوه بدنيه، سواء كان ديانج او حمدي فتحي، وياخد الكوره. النهارده ده اتنفذ في بعض الحالات بس بعيدا عن طريقه الضغط، بدا يحاول يحرر الجناحين في ال 4-2-3-1 بتاعه فريق اتحاد العاصمه. كان دايما المساحه دي كان كهربا بيجي، وكان بيجي امام عاشور مع حسين الشحات في المساحه دي في البوكت ده، عشان يفضي يا اما حسين الشحات يخترق، يا اما يستفيد من امام عاشور في التسديد، او الناحيه الثانيه كهربا يروح عشان يعمل نفس المثلث ما بين رضا سليم وديانج وكهربا، فكان رضا سليم هو الاكثر خطوره. تعال نشوف الحالات اللي معانا وازاي. عندي دقيقه، يلا بينا تعال بسرعه. وازاي ماشي بقى الهجمه مع الهجمات معانا؟ هتلاقي دايما هنا ديانج اللي ضغط، خد الكوره سلم لكهربا، الهجمه ابتدت. بص بقى هنا المثلث، ثانيه واحده، بص المثلث اللي هناك في البوكيت اللي اتعمل اللي ما بين منطقه خط وسط وخط دفاع اتحاد العاصمه لامام عاشور، اللي دخل قطم لجوه سدد، جه منها الهدف اللي تم الغائه للاشتراك مع حارس المرمى. اكتر حاله بتقول لك الفكر اللي احنا بنلعب عليها، الثمانيه اللي ضغط جاب الكوره ديانج للثمانيه اللي هناك اللي بيهاجم. نفس القصه اتلعبت رمي التماس لديانج، الراجل اللي بيقوم بالورك ريت العالي، مشي الهجمه عادي جدا، تم تدوير الكوره اكتر من مره لخلق المساحه دي. بص هناك المثلث اللي اتعمل في المنطقه دي لتحرير امام عاشور في وسط دفاع فريق اتحاد العاصمه، هناك الحته اللي في ظهر الحكم دي اتقفلت لان جالي عليها زياده عدديه، رجع الكوره تاني ولففها تاني وعمل عمليه التدوير لحد ما توصل الهجمه دي، هتنتهي داخل منطقه جزاء اتحاد العاصمه لرضا سليم، هو انفراد تام. ماشي الهجمه معانا واحده واحده بالظبط كده، هتلاقي في النهايه وصلت اهو. بص المثلث اللي اتعمل من هاني لكهربا لرضا سليم، الراجل دخل على حدود الست ياردات. اللقطه دي اتكررت في عدد من هجمات النادي الاهلي، ولكنه كان عدد ضئيل ما حسيناش بيه في المباراه لان التنفيذ ما كانش سليم. لكن في النهايه انا بشوف ان كل العيوب دي بما فيها لخبطه مارسيل كولر وعدم قدرته على اداره المباراه، ان هو لسه في بدايه الموسم. حد يجي يقول لي هو بدايه الموسم بتعمل كل ده؟ هو حتى في المؤتمر الصحفي قال لك احنا هنتعلم من ده، وعندي تدخل عنيف مع اللعيبه، لازم انهم متخيلين ان الموضوع سهل ان انت تحافظ على البطولات، عشان تكسب بطوله لازم تشتغل لها، ولازم نبقى عارفين عشان بس ما يتقالش ان ده كليشيه وان احنا مش مباريات ولا اي حاجه، بس في كلمه بدايه الموسم لا دي مؤثره جدا. وعايز تعرف ده ارجع لبدايه موسم مانشستر سيتي في اي مباراه مع بقى في اي موسم مع بيب جوارديولا نفسه. الكوميونتي شيلد كسبان اشبيليه بالسوبر الاوروبي ده، وخسران من ارسنال ضربات ترجيح، السنه اللي فاتت خسران 3-0 من ليفربول في الكوميونتي شيلد، بنضرب بالسيتي لانه اقوى فريق في العالم، فبالتالي صحيح. بدايه الموسم اكيد مؤثره على اي فريق. صحيح. هو عايز يختم من بدري فخلاص. وحشنا والله. حبيبي والله العظيم ثلاثة كنت وحشنا والله، وحشنا شرفتنا ونورتنا شوية دول حبيبي، شد حيلك. طب انا مش وحش. شكرا عمر، بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز المتألق. عمارة بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز المتألق. متعة الكرة مفيش أحلى منها، كنا نتمنى أن المتعة دي تزداد بفوز النادي الأهلي. حلقتنا خلصت النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على ألف خير، السلام عليكم.